السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر معنا من صفحة Reach Education Fund. سأكون أنا بصحبتكم للحديث عن عدة أمور، استقبال أسئلتكم واستفساراتكم حول التخصصات التقنية وفرص الموجودة في السوق، والحديث عن البرمجة ونصيحتنا لجميع الطلاب الراغبين بدراسة التخصصات التقنية والتخصصات بشكل عام، كيفية معرفة مدى إن كان التخصص ملائما أو مناسبا لك أم لا. كل ذلك سنعرفه إن شاء الله في هذا البث المباشر معي أنا أحمد ناصر. دعونا ننتظر قليلا ريثما نلم بعض المتابعين عندنا على الصفحة. الصوت جيد، تقدروا تشاركونا في التعليقات. شوف تمام. فجميع الأخوة والأخوات اللي بتابعونا الآن على صفحة Reach Education Fund، أول شيء نشكر صفحة Reach Education Fund على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن أهمية التوجه إلى دراسة التخصصات التقنية والتكنولوجية. طبعا أنا سعيد جدا باستقبال أسئلتكم في البث المباشر، وسأقوم بعمل عرض بسيط ل النظر إلى التخصصات الموجودة حاليا، ولكي تكون دليلا لك ولتعرف ما هي التخصصات الموجودة والمطلوبة في السوق لكي تدرسها في الجامعة وتشجع نفسك ذاتيا على دراسة هذه التخصصات بشكل متكامل مع دراستك الجامعية. تمام، فراح نحكي بشكل رئيسي في هاي المحاضرة عن البرمجة والتخصصات التقنية. راح نعطيكم تعريف بسيط، تاخذوا نبذة هيك بسيط تعرفوا علي وعلى المجالات اللي احنا بنشتغل فيها. المجالات التقنية الموجودة حاليا في سوق العمل، المجالات الخاصة بالبرمجة، وطبعا راح نستقبل أسئلتكم وإجاباتكم بشكل تفصيلي. بداية الأشخاص اللي أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي أحمد ناصر، صاحب شركة برمجة اسمها greenbackin.com، مؤسس مجموعة من مواقع الإنترنت، أحمد ناصر .com، greenbackin.com، ambilarabi.com. طبعا معظم المواقع اللي أنا نشرها على الإنترنت هي مواقع معنية في تقديم خدمات إلكترونية عن طريق الإنترنت. في عندي موقع اسمه ambilarabi، هو موقع مدونة عربية تقنية مختصة في مجال التقني ومجال البرمجي، وتعنى في المواضيع التقنية ذات العلاقة. في عنا عدة مواقع مثل موقع مدرسة البرمجة العربية، موقع academy.com، كلها مواقع تهدف إلى نشر وتعريف الناس بعلوم البرمجة ومساعدتهم للحصول على فرص بالعمل من خلال تعلم المهارات الأساسية في البرمجة. فبدعوكم زيارة هذه المواقع والاطلاع عليها لكي تستفيدوا إن شاء الله منها. كشركتنا احنا مقدم عدة خدمات، يعني جميل جدا تتعرف على الخدمات اللي احنا مقدمها لان احنا مختصين في المجال التقني. ف يعني بشكل عام الامور اللي احنا مشتغلها بالشركة هي امور يعني درسناها بنسبة 5% فقط في الجامعة. يعني في فجوة ما بين الجامعة وما بين سوق العمل، وهي الفجوة الوحيد اللي ممكن يسدها هو الشخص الدارس لمجالات التقنية المختلفة. ف من المجالات اللي احنا بنشتغل فيها في الشركة مواقع الانترنت، ففي تخصصات الان في الجامعة هي تخصص تصميم وبرمجة مواقع الانترنت، فهذا تخصص كثير مطلوب حاليا في السوق لانه الانترنت صفى كل شيء. يعني زمان كنا بدي يفتح مشروع كان يروح يستأجر محل، اليوم صار الكل
بده يعمل مشروع من خلال انترنت ويشتغل على الانترنت. فالانترنت صفى ضرورة قصوى، وانا نعرف كناس تقنيين او اشخاص بيدرسوا تخصصات تقنية يعرفوا يعملوا مواقع انترنت، هاي متطلب اساسي اليوم. فما تعتبر نفسك دارس لتخصصات البرمجة والحاسوب وما بتعرف تشتغل موقع انترنت، يعني رئيسي جدا انك تعرف تشتغل موقع انترنت. نشتغل ايضا في مجال متاجر الكترونية والتجارة الالكترونية. مجال التجارة الالكترونية مجال قوي جدا، وفي فرص كبيرة جدا للأشخاص اللي حابين يختصوا في مجال التجارة الالكترونية، لأن السوق متنامي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فبدعو الجميع من هاي المنصة انه يتوجه نحو التجارة الالكترونية ويتعرف عليها وينشئ متجر خاص عن طريق الانترنت، لأنه يعني في فرص كبيرة بتنتظر في جميع الأشخاص. في متاجر كبيرة في العالم اليوم سكرت بسبب عدم امتلاكها لمتاجر الكترونية، مثل موقع تويز راس، شركة كبيرة لكن ما لحقت الترند العالمي انها تعمل موقع على الانترنت، فبالتالي شركة على ابواب الانهيار. فمتاجر الكترونية صفت ضرورة قصوى في عصرنا الحالي. ايضا نحن نشتغل في مجال تطبيقات الهواتف الذكية وعمل برمجة تطبيقات الهواتف الذكية، وهو عبارة عن تخصص ايضا الان مطلوب في سوق العمل الفلسطيني والعالمي بشكل عام. بدنا اشخاص مبرمجين يشتغلوا في برمجة تطبيقات الايفون الاندرويد والاي او اس، الاندرويد والاي او اس، وايضا اشخاص يشتغلوا تطبيقات بشكل عام، تطبيقات برمجيه للديسكتوب. لكن الطلب الحالي بصوره خاصه في الفتره الحاليه على مبرمجين تطبيقات للاندرويد والايفون. بالشركه ايضا احنا بنشتغل العاب اونلاين، يعني في عندنا فريق مختص بتطوير العاب الاونلاين، وهي نوع بالأنواع البرمجة اللي مش كثير مطلوبة بالسوق، ولكن بالسوق العالمي في توجه كبير نحو ألعاب الأونلاين إنها بتحقق أرباح كبيرة. فهي أيضا تخصص متاح في الجامعات الفلسطينية كتخصص فرعي حاليا، تخصص ألعاب أو برمجة الألعاب. مثل جامعة بيرزيت طرحت برنامج اسمه سيريس جيمز، ما في إقبال كثير، يعني إذا أنت حابب تدخل في الألعاب الإلكترونية كتخصص جامعي ما راح تستفيد كثير عشان نكون بالصورة، ولكن الاستفادة القصوى إذا أنت بتصقل مهاراتك ذاتيا وبتطور نفسك في عمل ألعاب برمجة الألعاب. في ممكن تلاحظ فرص، بس مش فرص بالسوق المحلي، فرص بالسوق العالمي أو سوق الفريلانس. فأنا بتكلم الآن عن سوق عالمي، سوق من خلال الإنترنت، ممكن أنك إذا بتعرف تعمل ألعاب تعملها وتنشرها من خلال الإنترنت تحقق أرباح كبيرة. أيضا ممكن من الخدمات اللي احنا مقدمها ايضا خدمات تدريبية، نطاقات الانترنت، استضافة والسيرفرات، هاي برضو امور ادارية بادارة السيرفرات والنطاقات والديف اوبس. ايضا احنا مقدم عندنا خدمات تدريبية احترافية اونلاين واوفلاين، وفي عندنا فريق قوي جدا للتصميم والتصميم الرقمي بكافة انواعه. طبعا في تخصصات كثيرة اليوم ايضا في الجامعات الفلسطينية بتساعدك ان تكون كمصمم، شخص تشتغل كمصمم، سواء مصمم جرافيكي او مصمم ديجيتال ارتست. فالتصميم ايضا تخصص مهم مطلوب في سوق العمل، وفي شغلك حلو يعني كويس، سواء كان تصميم محتوى مرئي ولا محتوى فيديو ولا كان محتوى انفوجرافيك ولا محتوى مطبوع، كل ذلك أنواع تصميم مطلوبة. والآن في تركيز في سوق العمل وفي ضعف في الخريجين الجدد اللي بتخرجوا من الجامعات، ما في عنا كواليتي عالية في التصميم، بدنا أشخاص مصممين يصلوا للمرحلة العالمية. فأيضا تخصص تصميم مطلوب، إن احنا نركز على تخصصات اللي علاقة بتصميم التطبيقات، تصميم الألعاب، أيضا تصميم الخاص بالمواقع الإنترنت، و شيء احنا بنسميه يوزر اكسبيرينس اللي هي تجربة المستخدم. فهي انواع التصميم علم كامل وشامل. ايضا السوشيال ميديا، التسويق الرقمي والالكتروني هو تخصص ايضا مطلوب حاليا في الفترة الحالية، لانه احنا عندنا كثير خدمات، عندنا كثير منتجات بدنا نعرف نسوقها، كثير في محلات بدهم يسوقوا خدماتهم ومنتجاتهم، فبالتالي التسويق الرقمي والديجيتال ماركتينج تخصص ايضا مطلوب خصوصا في السوق الفلسطيني، وفي ضعف في الديجيتال ماركتينج بشكل عام في السوق الفلسطيني. فبدنا في يعني في شاغر قوي للديجيتال ماركتينج، خصوصا بدنا ناس تعرف في ادفانس تكنيكس في الماركتينج،
في الماركتينج فانيلز، في فهي كلها امور احنا ممكن كفرص تكون موجوده لاشخاص اللي بدهم يشتغلوا في المجال التقني انهم يتعلموها ويمشوا فيها. فهي نبذه عن الخدمات، بعض الخدمات اللي نحن بنكون بعملها في شركتنا. خلينا نشوف الاسئله اللي معنا على الصفحه. اهلا يا احمد فرج الله، شو احسن بلشنا نتلقى اسئله. اهلا وسهلا يا استاذ سعيد، شكرا استاذ سعيد على الدعوه. شو بتنصح، اي تي ام هندسه برمجيات؟ حلو السؤال. في سؤال متكرر مرتين عندنا هون على الصفحه، شو احسن اي تي ولا هندسه برمجيات؟ طيب هلا بنيجي اول شيء ل الاي تي وهندسه البرمجيات. هلا نحن في فلسطين بشكل عام ما في عندنا تخصص في الجامعات الفلسطينيه، ما في تخصص اسمه هندسه برمجيات. يعني ماده الهندسه البرمجيات تنعطى في بعض الجامعات كماستر، يعني كدرجه ماجستير، ولكن هندسه البرمجيات هي جزء من تخصص الكمبيوتر ساينس او علم الحاسوب. هلا في بعض الكليات في جامعات فلسطينية تعتبر كلية اي تي او كلية تكنولوجيا المعلومات، وداخلها بكون كلية او دائرة علم الحاسوب مثلا او دائرة هندسة انظمة الحاسوب. بس في عنا تخصص في مختلف الجامعات في العالم اسمه كمبيوتر ساينس او علم حاسوب. فعلم الحاسوب هو التخصص الام لهندسة البرمجيات. يعني هندسة البرمجيات او السوفت وير انجينيرينج هي جزء من تخصص الكمبيوتر ساينس، او هي خلينا نسميها تخصص فرعي من الكمبيوتر ساينس، اللي هو العلم اللي بعنا في دراسه كافه امور معلومات الحاسوب من داتا ستراكشر، الجوريثمز، البرمجه، الكودينج، مختلف الاوبريتنج سيستمز، كلها يعني كلها مواد من مواد الكمبيوتر ساينس. هندسه البرمجيات هي عباره عن جزء قوي جدا من هندسه البرمجيات. طبعا عشان تعرف شيء عن هندسة البرمجيات، هندسة البرمجيات هي عبارة عن تخصص من خلاله احنا بنقدر نصنع برمجيات. يعني احنا انت عندك مهندس معماري، مهندس المعماري او مهندس المدني بروح بيعمل مخططات للمعمار، يعني برسم مخططات فيزيائية، مخططات هيكلية للمعمار. نفس الشيء مهندس البرمجيات، مهندس البرمجيات شخص دارس برمجة، على الأغلب يكون دارس برمجة عنده القدرة أنه يعمل مخططات للسوفتوير أركيتكتشر حين نسميها، أنه يعمل مخطط هندسي كامل للسوفتوير. يعني يرسم شو حين نسميه يوز كيسز، يرسم يعمل أناليسيس للسيستم، يفهم شو البزنس والتكنيكال بنفس الوقت. ف سؤالك شو احسن اي تي ولا هندسه برمجيات، سؤال غلط، لانه الاي تي هي انفورميشن تكنولوجي. ممكن تعتبر انه الاي تي كمبيوتر ساينس هو جزء من الاي تي، الهندسه البرمجيه هي جزء من الكمبيوتر ساينس، فبتقدرش تحكي مين احسن اي تي ولا هندسه برمجيات. ما في يعني السؤال غلط. اهلا وسهلا استاذ وليد مزيد. طبعا احنا هدف هذا اللقاء انه في توجه كبير من أصحاب المعدلات العالية، خصوصا الأشخاص اللي بيقدموا منح للمؤسسة ريتش إدوكيشن فاند، إنه شخص جايب 97 أو 98 أو 99 مش عارف إيش بده يدرس، بروح بقدم طلب إنه بده يدرس طب. ليش بده يدرس طب؟ لأنه كل المجتمع، إحنا كمجتمع فلسطيني، إنه خلاص الطب يعني معروف أصحاب المعدلات العالية لازم يدرسوا طب. هلا في عنا صفة عدد كبير ضخم جدا من الأشخاص اللي بتوجهوا نحو دراسة الطب. طيب احنا العقول هاي، العقول الراقية اللي بتدرس طب، ليش ما تتوجه تدرس تخصصات اخرى فيها فرص اكبر في سوق العمل؟ يعني حدا ممكن يحكي لي طب مهنة انسانية راقية، نفس الشيء البرمجة مثلا مهنة انسانية راقية، الهندسة مهنة انسانية راقية، كل تخصص يعني هو عبارة عن سد ثغرة في من ثغرات المجتمع زي ما نحكي. ف الهندسة مطلوبة، الطب مطلوب، بس بدناش كل الأشخاص اللي دارسين معدات عالية يروح يدرس الطب. يعني هاي العقول خلينا نستغلها في مكان آخر، مجال تكنولوجي مجال قوي جدا وفي فرص عمل كبيرة جدا، ونسبة البطالة في القطاع التكنولوجي خصوصا القطاع البرمجي تكاد تكون نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وفترة التشغيل الخاصة بالقطاع التكنولوجي فترة سريعة. يعني أنا بدل ما الدكتور يقعد 6 سنين عبما يكون إنسان منتج أو يبلش يعني ينتج ككارير، أنا ممكن في البرمجة خلال 2 سنين يبلش شخص يكون منتج. فمهنة فرصة التوظيف في البرمجة أسرع، ومن ناحية مادية أيضا البرمجة مجدية أكثر من الطب. يعني فهاي نقطة بدك تعتبرها في بالحسبان، يعني بدل ما تدرس 10 سنين مثلا، إذا أنت مش عارف بدك تدرس، إذا عارف كان به، إذا مش عارف بدل ما تدرس 10 سنين طب ممكن تدرس خلال 4 سنوات أو 5 سنوات من عملك في البرمجة وتحصل على دخل أعلى من مدخول الطبيب. فالأمر من ناحية مادية أيضا مش شرط أنك تروح طبيب كناحية مادية، هي ناحية إنسانية. يعني لا غنى على الأطباء ولا غنى أيضا على التخصصات الثانية، لأنه حتى الطبيب الدكتور اللي راح يشتغل يعمل عمليات يعني يعالج المرضى راح يستخدم ماكينات، راح يستخدم روبوت، راح يستخدم برمجيات. فالبرمجيات مين عملها؟ هو الإنسان درس لتخصصات تقنية. فالتخصص التقني يعني دائما بحكي أن التخصصات التقنية مش فقط للأشخاص التقنيين، تخصص تقني تخصص بربطك مع كل التخصصات الأخرى. يعني أنت مثلا دارس كمبيوتر ممكن تشتغل مع الشخص اللي دارس اللي بيشتغل في الطب، ممكن تشتغل مع المحاسبة تفهم كيف العمليات المحاسبية بتتم، كيف الأصول، كيف الإكسبنسز، كيف تحلل هاي الأمور تعملها برمجية فتصير تفهم في المحاسبة. في الطب ممكن تمام داش كمبيوتر تعيش في الطب بس تروح تشتغل في الطب صرت تفهم في المعلومات الطبية. ممكن تكون شخص ما بتعرف في المعلومات الخاصة بالماركتينج والتسويق، ولكن مهاراتك اللي في الحاسوب ممكن تساعدك انك تشتغل في التسويق وتعمل أتمتة للعمليات اللي التسويقية. فتخصص البرمجة هو تخصص فريد، أو تخصص الكمبيوتر ساينس هو تخصص فريد بدمج ما بين كل التخصصات الأخرى، وبالتالي انت بتكون صح صاحب تخصص، ولكن تخصص متشعب في كل التخصصات الاخرى، كل دومين بتشتغل فيه بس عندك خبره فيه. فعشان هيك في فرص اكبر في المجال التقني من المجالات الاخرى. فهاي نقطه رئيسيه حبيت انوه لها. واستاذ وليد بيحكي انه هناك توجه كبير من طالب الثانويه العامه خاصة خريجي الفرع العلمي دراسة تخصص الطب، وذلك بسبب الضغط العائلي والمجتمعي. فما هي نصيحتك لطلبة الثانوية العامة، وما هي الأسس التي يجب الأخذ بعين الاعتبار لاختيار تخصص مناسب، حيث أن 90% من الطلبة يقودهم المعدل لاختيار التخصص؟ هلأ هاي دائما سؤال، يعني بوردني هذا السؤال، إنه أنا معدلي عالي شو أدرس، شو بتنصحنا أدرس؟ هلأ نصيحتي دائما للجميع، دائما نصيحتي للجميع، بدك تتقيد بثلاث أمور. أول شيء قدرتك، هل عندك قدرة في التخصص اللي موجود؟ هل عندك قدرة؟ يعني مثلا شخص صوته سيء أو شخص صوته مش حلو بنفعش يطلع مغني يعني. فنفس الشيء، هل عندك قدرة في هذا التخصص؟ يعني في بعض التخصصات تحتاج قدرة اجتماعية، في بعض التخصصات تحتاج قدرة أنه الشخص قدرة على الإقناع. مثلا بدك تشتغل في التسويق مثلا، ما في عندك قدرة على الإقناع راح تفشل. ما في عندك قدرة أنك تكسب ثقة الناس الآخرين مثلا في التسويق والمبيعات راح تفشل. ففي بعض التخصصات تتطلب جوانب أنه الإنسان يكون عنده القدرة أو الأبيليتي أنه يقدر يمشي فيها. طبعا هو بالغالب لما يكون الشخص جايب 97 98 99 يعني ما شاء الله راح يكون عنده القدرة. فبنيجي بننظر لجوانب أخرى اللي هو هل في عنده رغبة في التخصص؟ يعني مثلا شخص بيكون عنده محتار، كثير أشخاص محتارين، أروح هندسة معماري ولا أروح تجارة ولا أروح مثلا طب. هلا هو قديما كان يشتغل في التجارة مثلا، عنده خبرة في التجارة وبنفس الوقت معدله جايب مثلا 99 أو 97، بس هو رغبته أكثر أنه يدرس تجارة. فهون التجارة بتأخذ مثلا ممكن تأخذ نسبة أعلى من الـ 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 الطب. فبالتالي لازم الشخص يوائم ما بين رغبته وما بين قدرته. فإحنا دائما في عنا زي ماتريس أو زي نسميها ماتريكس، بتحط فيها جدول، بتحط فيه جدول العنوان، العمود الأول بتحط فيه القدرة، العمود الثاني بتحط فيه الرغبة، العمود الثالث بتحط فيه الفرصة.
هلا ايش الفرصه؟ يعني مثلا شخص بده يدرس هندسه فضاء مثلا، هلا بتيجي احنا هل في فلسطين امكانيه لدراسه هندسه الفضاء؟ فيش عنا، يعني شو بدك تدرس هندسه فضاء؟ وين بدك تشتغل؟ فيش عنا وكاله ناسا في فلسطين يعني. فهل في فرصه للتخصص اللي انت بدك تدرسه؟ مثلا بدي ادرس انا صيدله مثلا، وعندي مثلا 100,000 خريج صيدله، وخلينا نسمي 10,000 او 1,000 خريج صيدله. هلا فرصتك انك تكون ضمن هذول 1,000 الخريجين الصيدله حصول على وظيفه مثلا، هل في عندك فرصه ولا فرصتك ضعيفه؟ فهون بنيجي على الماتريكس اللي بحدد بحكي لكم عنها، اللي هي ماتريكس الفرصه او اسميها الرغبه والقدره والفرصه. فبدك تعطي كل واحدة فيهم علامة من 10. مثلا جيت على التخصص الأول طب، والله عندي هاي 8/10، هاي 7/10، هاي 5/10. إذا التخصص الثاني مثلا تجارة، بجمع بعمل مجموع، مثلا طلع معي المجموع هون 25، هون مجموع 20. فبناء على ذلك أنا بختار تخصصي، الإشي اللي أنا مقتنع فيه أو التخصص اللي أنا مقتنع فيه بختاره. فهلا كيف بدك تعرف؟ هي كثير أشخاص بتواجهها مشكلة، اوكي انا عارف القدرة، عارف وين رغبتي، بس مش عارف الفرصة، الفرصة مش عارفها. فايش الحل؟ كيف ممكن انا اعرف ايش الفرصة المتاحة؟ وين في مجال في اكثر فرص؟ بدك تسأل، بدك تشوف اصحاب الناس اللي دارسين هذا التخصص الخريجين، تسأل، تشوف مثلا دوائر البطالة، مثلا تروح تسأل هذا التخصص، بدي اروح ادرس مثلا تاريخ، بدي اروح ادرس علوم سياسية، بروح بشوف كيف نسبة البطالة في هذا التخصص؟ إذا البطالة فوق 50% ما بدرس هذا التخصص. هل أنا بحب هذا التخصص كثير كثير وعندي فرصة أكون إنسان متميز فبالتالي أنا بخلق الفرصة؟ يعني الأمر بيعتمد هل في فرصة جاهزة ولا أنا بدي أخلق الفرصة الخاصة فيها. المجال التقني شوي بيمتاز على المجالات الأخرى، إنه أنت مش شرط صح لك وظيفة، ممكن أنت تخلق هاي الوظيفة بنفسك، أنت تشتغل أو تصنع الفرصة. وبالمناسبة إنه الفرص اللي بتجيك في حياتك هي فقط 1% 2%، باقي الفرص 98% انت بتصنعها. فهاي برضو نقطة رئيسية. خلينا نشوف الأسئلة اللي عنا على الصفحة. شكرا لجميع الأخوة اللي بيطرحوا أسئلتهم. طيب، شو في تخصص بيجمع بين الطب والتكنولوجيا؟ طيب انا كشخص ما عندي خبره بهالمجال وحاب اعرف اكثر عن مجالات. حلو، تمام. هلا في سؤال عندنا هون على الصفحه، هل يوجد تخصص يجمع بين الطب والتكنولوجيا؟ هلا هو بسوق الفلسطيني في شيء اسمه تخصص اسمه علوم صحيه. هلا تخصص العلوم الصحيه هو تخصص بيجمع ما بين الطب والتكنولوجيا، ولكن بدك من تجربة الشخصية الاشي الصح. يعني خلينا نحكي شخص يدرس طب مثلا يروح يكمل ماجستير في الكمبيوتر، او شخص يكون دارس تخصص معين يروح يكمل ماستر او يكمل دراسات في تخصص الكمبيوتر. ليش؟ لانه التخصص اللي عنده بدل ما هو يفكر، يعني مش راح الاقي، انا مش راح الاقي كسوق عمل، مش راح الاقي طب احسن من طبيب مبرمج، احسن ما اجيب مبرمج وعلمه طب. فهمت كيف؟ فلما يكون الطبيب نفسه هو مبرمج راح يكون عنده ابداع كبير. وهذا الشيء اللي انتم بتلاحظوه في مسابقه العلوم اللي صارت من الفتره الاخيره، اللي هو طبيب من غزه جاب المرتبه الاولى على الوطن العربي لانه طبيب درس برمجه. فهو طبيب ودرس برمجه فابدع، عمل شيء يعني خرافي. فنحن هاي الأشياء اللي مندور عليها، مثلا شخص درس محاسبة يروح يتخصص في الحاسوب فيعمل أشياء خاصة في المحاسبة، راح يكون عنده قدرة كبيرة في الدومين، في النطاق تبعه، النالج بيس تبعه راح يكون عريض جدا، لما يجي يشتغل راح يكون يبدع. فهاي هي الفكرة. يعني دائما أشخاص بيسألوني، طيب أنت أستاذ أحمد أنت مبرمج وكذا وتشجع الناس على البرمجة، طيب بس اللي دارسين كمبيوتر يعني برمجة؟ لا، ممكن اي شخص
في تخصصه مثلا صيدلاني يتعلم برمجه فيفيد الصيدله الصيدلاني الصيدله في تخصصه. ممكن شخص يكون تجاره يدرس بزنس او اداره اعمال يدرس برمجه يفيد اداره الاعمال في 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 مجاله. فالبرمجه هي عباره عن تخصص مفتوح زيه زي العلوم زيه زي الرياضيات زيه زي اي لغه ثانيه متاحه للجميع. فانا بشجع ان الشخص ينمي يربط تخصصه بالناحيه التكنولوجيه، يعني مش فقط انه نعتمد فقط على التخصص، لانه اليوم نحن في عصر في عنا دمج ما بين التخصصات المختلفه، صار بدنا صار كل شيء موجود عندنا، بس اللهم بدنا ندمج ما بين هاي الشغله وهي الشغله، نعمل زي تكامل او انتجريشن. تمام. طيب هلا خليني احكي لكم شوي عن امر مهم جدا انا بعتبره اللي هو نظرة عكسية للتخصصات الموجودة. يعني احنا دائما نيجي على طالب التوجيه بنحكي له انت بعد 5 سنين او 4 سنين ايش بدك تدرس؟ هلا نحن نيجي بالعكس، الان بدنا نيجي بعد 5 سنين ايش المطلوب ونرجع لورا. فهلا بشكل عام التخصصات اللي موجودة في السوق حاليا او التخصصات اللي راح تدرسها انت في الجامعة وما بين متطلبات السوق، احنا الان ننظر لمتطلبات السوق الموجودة. هلا كخريج انت من الجامعة راح تقدر تقدم شغلتين او عدة امور، يا انك راح تقدم خدمة يا انك راح تقدم منتج او راح تقدم محتوى او راح تقدم دمج ما بين الخدمة والمنتج والامور الاخرى. هلا نبلش اول شيء على الخدمه. هلا ايش الخدمات اللي موجوده حاليا في السوق اللي انت ممكن تقدمها، وانا راح اربط لكم اياها في التخصصات الموجوده. هلا ممكن تروح تدرس كمبيوتر ساينس تقدم خدمه زي البرمجه، ممكن تروح تدرس تصميم تقدم خدمه زي التصميم، ممكن تروح تدرس اساليب تعليم اساليب تدريس تربيه تقدم خدمه زي التدريب، ممكن تدرس ترجمة لغات لغة فرنسية لغة انجليزية تشتغل في الترجمة، ايضا ممكن تدرس اي لغة ثانية او اي تخصص ثاني تشتغل في مجال الكتابة في ناس اسمه آثر او كاتب، الكاتب هذا ممكن يشتغل على الانترنت ممكن يكتب مقالات، فهو مجال الكتابة ايضا مجال قوي مطلوب حاليا في سوق العمل، وفي تخصصات ما فيها كتاب للأسف، فالكتابة ايضا تخصص مطلوب ونحتاج احنا في سوق العمل لأشخاص كتاب. في عنا ايضا شغل اخر هو التعقيب الصوتي، في عنا حل المشاكل تخصص كثير مربوط في البرمجة والتصميم، في عنا شو اسمه السيو سيرش انجن اوبتمايزيشن وتخصص ايضا مطلوب في سوق العمل، من خلاله احنا ممكن نرفع ترتيب المواقع في جوجل ونخلي الناس توصلنا عن طريق جوجل. في تخصصات زي الصيانة مربوط في عدة مهارات مطلوبة في سوق العمل، موشن جرافيك ايضا تخصص قوي وفي طلب عليه في السوق لانه مربوط كثير في التسويق المرئي والمسموع، فالموشن جرافيك ايضا تخصص جزء من تخصص التكنولوجيا اللي موجود في الجامعات. في عندنا تخصص زي الرسم اللي هو تخصص بيعتمد على الفن والارتست، وفي كثير جامعات صارت تدرس تخصص الرسم او تخصص فنون جميله زي جامعه نجاح جامعه بيرزيت صارت تدرس هاي التخصصات، وفي عليها طلب من ناحيه السوق من ناحيه وفي في في عليها طلب وفيش عرض كثير، يعني عدد خريجين في تخصصات قليل جدا ومطلوب عندنا ناس رسامين محترفين لانه في طلب على الرسم، وبرضه ساعه الرسم يعني اعلى يعني بتوصل زي ساعه الطب وحتى اغلى، يعني ساعه الرسم بدخل تخصص فنون جميله اغلى من ساعه الطب. فاذا انت شخص رسام ممكن وحابب تشتغل في الرسم اتبع شغفك اتبع طموحك، مش شرط تروح ولا تدرس هندسه معماريه عشان تكون رسام، ممكن تكون رسام تشتغل في مجال العاب، تشتغل في مجال امور مختلفه موجوده الان في سوق العمل. مش شرط تروح تشتغل يعني هندسه معماريه عشان ممكن تشتغل رسم، تدرس رسم تروح انيميشن تروح تشتغل في مجال 3D موديلنج، تشتغل في مجال برمجه الالعاب، برنامج تشتغل في كونسبت اركيتكت، يعني في كثير تخصصات مطلوبة مش شرط اروح ادرس تخصصات تقليدية الموجودة حاليا في سوق العمل. ايضا ممكن احنا كثير اشخاص راح يتخرجوا راح يعملوا منتج، فالمنتج هذا اللي انت راح تعمله ممكن يكون منتج شخصي ممكن يكون منتج خارجي ممكن يكون منتج مش الك،
فالمنتجات هاي بدك تعرف كيف تطور مهاراتك. مثلا اذا انت بدك تدرس تجاره لازم تنمي مهاراتك في البيع في التسويق. اذا عندك منتج خارجي انت راح تشتغل في المبيعات فبدك تعرف كيف الامور هاي تركز عليها. هذا في عندنا الاعلانات ومجال السوشيال ميديا مجال كثير مطلوب حاليا، والتسويق الرقمي كله بيعتمد على الاعلانات، فضروري جدا ننمي نفسنا في مجال الاعلانات والسوشيال ميديا والتسويق الرقمي. وايضا في عندنا المحتوى، المحتوى ايضا هو عباره عن شغل، مش راح ادرسوكم في الجامعات المحتوى، المحتوى هو عباره عن طريقه جديده الناس اليوم شغاله فيها وبتطلع فلوس من خلال العمل من خلال انتاج المحتوى. فممكن المحتوى اللي انت بتعمله ممكن يكون فيديو، ممكن يكون مقالات، ممكن يكون انفوجرافيك. فالمحتوى هو طريقة جديدة انك انت ممكن تشتغل فيها من خلال انترنت او من خلال العمل في سوق العمل الفلسطيني والعالمي. فالشغل من خلال المحتوى، العمل من خلال المحتوى، ممكن يكون في تسويق من خلال المحتوى، ممكن يكون في اعلانات من خلال المحتوى. فالمحتوى ضروري جدا ايضا نعرف كيف نصنع المحتوى، سواء كان محتوى فيديو فبدرس انتاج مرئي ومسموع، المحتوى كان صوتي، المحتوى كان عبارة عن مقالات، بدي اعرف فن صياغة المقالات، اعرف اكتب مقالات في السياق اللي انا بدي اكتب فيه. فهي كلها عبارة عن طريقة جديدة ايضا مطلوبة في السوق. ايضا في عنا الشيء الجديد اللي نحن بنطلق عليه سوبر فكرة. اليوم احنا اكتفينا من الشخص يكون عنده مهارة واحدة، يعني اليوم احنا في عنا فرق ما بين التعليم الاكاديمي والتعليم الجامعي، صرنا نحتاج في سوق العمل الشخص يكون عنده اكثر من مهارة. يعني ما بدي فقط شخص مبرمج، ما بدي فقط شخص مصمم، ما بدي فقط شخص مترجم، بدي يكون الشخص يلم اكثر من مهارة. فعشان هيك صار عندنا شيء اسمه السوبر فكرة، عشان هيك انتم في سوق العمل وفي الوظائف واعلانات التوظيف كلها صاروا يطلبوا اكثر من مهارة مطلوبة، لانه احنا ما بكفي مهارة واحدة عشان تشتغل. احنا في عصر متسارع، في عنا كم معلومات كبير، في عنا كل يوم معلومات ضخمة قاعدة بتتدفق على الانترنت. فكل هاي عوامل بتخليك انه ما بكفي فقط انه الشخص يكون يعرف شغلة واحدة، لازم الشخص يكون دامج ما بين اكثر من شغلة. يعني يكون شخص يكون يشتغل مثلا برمجة زائد تصميم، يكون يعرف رسم زائد موشن جرافيك، بهمنيش فقط شخص يعرف موشن، لازم ايضا يعرف يرسم. بلزمنيش ايضا فقط منتج، لازم اعرف اسوق لهذا المنتج مثلا في العمولة، اعرف عندي منتج لازم اعرف ايضا للتسويق لهذا المنتج، عندي مصمم انا كمصمم لازم اعرف بعض المهارات في التسويق. فصار في عنا سوبر فكرة، بكفنيش فقط اكون اعرف شغلة واحدة. اليوم في سوق العمل احنا بنحتاج اشخاص يعرفوا اكثر من تخصص. طب انت بتحكي في الجامعة انا بدرس بس فقط برمجة ما بدرس تصميم، فهون بتيجي اهمية التعلم الذاتي، انه الشخص لازم يتعلم ذاتيا، يقوي عنده التعلم الذاتي بحيث انه يتعلم البرمجة والتصميم مع بعض، يتعلم التسويق، يتعلم يعني يلم اكثر من مهارة مع بعض. مش مهارة واحدة صراحة لا تكفي اليوم في سوق العمل المحلي والعالمي، اليوم كلياتنا بدنا اشخاص يعرفوا اكثر من مهارة. تمام، خلينا نرجع التعليقات. تمام، فينا سؤال رولا بتسأل، يعطيك العافية استاذ احمد، ممكن اسأل حضرتك شو تخصصك الجامعي؟ ثانيا في مجال لطالب الفرع الادبي في تخصصات الحاسوب؟ طيب هلا انا تخصصي كمبيوتر ساينس، علم حاسوب، من تخرجت من جامعه بيرزيت، واشتغلت يعني في سوق العمل، في سوق العمل الفلسطيني وسوق العمل الامريكي والعالمي. ف بشكل عام هل يوجد مجال لطالب الفرع الادبي في تخصصات الحاسوب؟ نعم يوجد، يعني تخصص علم الحاسوب ليس مقصورا فقط على يعني البرمجه انه يعرف يكتب كود. يعني احنا في كثير مشاريع، اعطيك مثال، يعني اشتغلنا مثلا على مشاريع العاب، مشاريع الالعاب لزمنا مثلا كاتب يكتب السيناريو تبع اللعبه مثلا، فكنا في عندنا نقص، فيش عندنا سيناريست يعرف، يعني في سيناريو بيروح بكتب كتب وقصص بس ما فيش سيناريو، فيش سيناريست يجي يكتب سيناريو للعبة. فاضطرينا نحن نتعلم بعض الأمور عشان نقدر نمشي السيناريو تبع اللعبة. هاي واحد. اثنين، تخصص البرمجة مش محصور على
تخصصات علمي ولا أدبي. يعني إحنا منفضل علمي، ولكن الأدبي ممكن يكون عنده قدرة. يعني حتى كثير، أنا كنت من قبل يومين جلست مع دكتور في جامعة بيرزيت بحكي لي إنه كثير من، يعني إحنا حتى في الشركة عندنا مندرب طلاب جامعات، فبحكي لي كان في جولة على مختلف الشركات، وكان في هناك انطباع إنه مش شرط الشخص اللي جايب معدل عالي في الجامعة أو في يعني خلينا نحكيها في التوجيه، إنه يجيب معدل عالي في أو يكون أداؤه عالي في الشركات. فأصحاب المعدلات المش عالية كثير بكون أحيانا عندهم نشاط عملي أكثر ورغبة في إنه يثبت نفسه. أنا بلزمزيش في سوق العمل، يعني مهم جدا العلامة وإلها مقياس في المنظور الأكاديمي، ولكن في المنظور العملي ممكن شخص مش شرط يكون الشخص عنده علامة عالية عشان يكون ناجح عمليا، لأنه ممكن الشخص يكون عنده ذكاء عملي حركي مهاري، مش شرط فقط ذكاء أكاديمي إن أجيب علامة عالية في الامتحان. ف يعني أدبي أو علمي أنا بشكل عام مش مقياس يعني للشخص إذا بده يدخل برمجة أو علوم الكمبيوتر، ولكن زي ما حكينا بنرجع للمفهوم الأول، الرغبة، القدرة، الفرصة. يعني هل الشخص عنده قدرة، هل في عنده رغبة قوية، ولا فقط عشان في فرصة؟ طب هو قدرته أصلا هل موجود عنده ذكاء في التحليل عنده؟ هل هو شخص عنده تركيز، يعني مستعد يقعد ساعات طويلة مثلا يتعلم أو يحل مشكلة؟ هل هو شخص صبور أم شخص بسرعة بمل بسرعة؟ ففي عوالب أيضا، يعني متطلبات نفسية، أحيانا شخصية الإنسان تلعب دور. هل هذا الشخص انطوائي ولا شخص اجتماعي؟ يعني شخص بسميه يعني هذا الشخص اللي بيدرس برمجة، هل هو شخص اجتماعي كثير؟ بجوز ما ينجحش كثير في البرمجة، لكن الشخص الانطوائي ممكن يكون عنده تركيز أكثر في البرمجة، يقدر يحل مشاكل ويتعمق فيها ويكرس وقت أكثر، فراح ينجح أكثر من الشخص الاجتماعي. فأحيانا نوع شخصية الإنسان بتلعب دور في اختيار التخصص. تمام؟ فبتمنى أكون جاوبت على جوابك يا رولا. غادة جوري بتسأل: أستاذ أحمد يعطيك العافية، أنا ما عندي خبرة بهالمجال، لكن شو تفرق التخصصات سواء كانت الوسائط المتعددة أو البرمجة أو الآي تي؟ حاب أعرف بشكل عام عنهم وشو مجال كل تخصص. هلا بشكل عام التخصصات كلها اللي زي ما حكينا وسائط متعددة هي تخصص مالتي ميديا، اللي هو تخصص معني في إنتاج الوسائط المتعددة سواء كانت فيديو، صوت، راح الفوكس، طيب سواء كان فيديو أو صوت أو إنتاج مرئي أو مسموع. فتخصص الوسائط المتعددة تخصص مطلوب وفي فرص كبيرة في سوق العمل، وخاصة إذا نحكي عن مجال الإنتاج الفيديو. فإنتاج الفيديو الآن مطلوب كثير في السوشيال ميديا، وإن أعمل فيديو موشن جرافيك يعني في طلب قوي عليه، وبتوصل سعر الدقيقة يعني 200-300 دولار على الدقيقة الواحدة. فهو تخصص يعني بصراحة مطلوب جدا، وفي فرص، في فرص قوية للأشخاص اللي بيبدعوا فيه. فبشجع أنا تخصص وسائط متعددة، والبرمجة أيضا تخصص الذهبي حاليا، لأنه تخصص اللي أنت ممكن تحقق يعني مبيعات أو أرباح ضخمة من كتابة كود. يعني أنت بتقعد تكتب كود، تعمل تطبيقات، مواقع، ألعاب، وفي فرص كبيرة. وللأسف في عنا ضعف في جودة المبرمجين اللي بتتخرج من الجامعة، يعني خريج الجامعة مش كافية الجامعة فقط للبرمجة، يعني بده يروح يتدرب سنة أو سنتين. فأنا بنصح الطلاب وهو في الجامعة يتدرب، يعني ما يستنى بما يتخرج من الجامعة عشان يلاقي فرصة، وبعدين فرصة التدريب ممكن تصح له فرصة ممكن ما تصح له. يعني في الطب، مش الطب بده سنتين تدريب، نفس الشيء البرمجة بده سنتين تدريب. هلا هاي السنتين بدل ما تستنى على حالك قبل ما تخلص الجامعة وبعدين صح لك سنتين تدريب عشان تكون مثلا مبرمج اي او اس او مبرمج اندرويد محترف، لا، وانت في الفترة الجامعية استغل وقتك اكثر، خليك على سنة رابعة، وقبل ما تخرج سنة رابعة تلاقي فرصة وظيفية للعمل. ومن تجربتي الشخصية يعني فيش حدا بتخرج كمبيوتر ساينس بقعد في البيت، يعني كل اللي بيدرسوا برمجة بيشتغلوا على سنة ثالثة، مميزين خاصة الشركات بتيجي عليهم هم سنة ثالثة بتاخدهم من الجامعات. فتخصص قوي وفي فرص كبيرة. بالنسبة لتخصص الاي تي وتخصص عام، يعني بيجي بعطوك من كل بستان زهرة،
بلمولك هلا حسب الجامعه، بعرفش انا ايش الجامعه وشو مساق الاي تي اللي بتخصص، لانه في اي تي دبلوم، في اي تي بكالوريوس، بعرفش شو التخصص، ولكن تخصص البكالوريوس انا بحكي عن تخصصات البكالوريوس، هو يا تخصص هندسه انظمه الحاسوب كمبيوتر سيستم انجينير، بالنهايه انت بتتخرج كمهندس بتكون عندك خبره في الهاردوير والسوفت وير، او بتتخصص ككمبيوتر ساينتست بيكون عندك خبره اكثر في المجال البرمجي السوفت وير، فبيطلق عليك لقب مبرمج. تخصص هندسه انظمه الحاسوب بيطلق عليك لقب مهندس، مده الدراسه 5 سنوات، كمبيوتر ساينس مده الدراسه بكالوريوس 4 سنوات. فهذا هو الفرق يعني بشكل عام في الجامعات الفلسطينيه ما بين الكمبيوتر ساينس وما بين الكمبيوتر سيستم انجينيرنج او هندسه الحاسوب. سجى بتسال، انا طالب التوجيهي دخلت تخصص تكنولوجيا المعلومات التطبيقيه، كيف هو سمعت ان التكنولوجيا الادبي مش معترف فيها؟ كلام صحيح. هلا بشكل عام يعني انا بعرف ان الدبلوم يعني مش كل الجامعات الفلسطينيه بتقدم تخصص تكنولوجيا المعلومات للفرع الادبي، ولكن في جامعات بتقدم دبلوم للفرع الادبي. يعني انا بنصح الاشخاص اللي بدهم يدرسوا كمبيوتر يعني من البدايه يروح تخصص علمي وليس ادبي، تخصص علمي وليس ادبي. الاشخاص بدهم يروحوا ديزاين وجرافيك وكذا ممكن يروحوا ادبي. يعني هاي من تجربتي عقب 10 سنوات من العمل في السوق والاحتكاك بمئات المبرمجين والمصممين، بقدر احكيكم انه يفضل انه الشخص اللي بيدرس كمبيوتر او هندسه حاسوب يكون خريج فرع علمي، ومش شرط، انا بحكيها مش شرط ينجح، وبنفس الوقت بيدرس تصميم وامور لها علاقه بالفنون الجميله ممكن يروح ادبي، ولكن ايضا مش شرط انه هذا مقياس، مش شرط يعني ما فيش قاعده تحكي والله هاي قاعده خلص. يعني انا ما تخلي حدا يحط على انسان قاعده، ما تخلي حدا يعمل لك قاعده في حياتك انت هيك يعني هيك. لا، انا اليوم بجوز بعرفش في التقنيه الموجوده، بس بجوز بعد شهر ارجع لك احكي لك محاضره عنها. فالموضوع مش ان انا خلص، ان يعني هذا بالنهايه يعني ما بدك حدا يجبرك على شيء في حياتك، انت عندك فكره اعملها بنفسك، طور نفسك فيها، تحدى نفسك فيها. ما تخلي انا ادبي ولا علمي خلص مش راحت علي الحياه، لا. نعم في امكانيه زي ما حكينا يا باسل، في امكانيه لطلاب الاي تي دراسه الادبي، وزي ما حكيت التخصص مفتوح. يعني كثير اليوم شركات ما بتبحر عليك والله، ما بتنظر الى تخصصك هل هو تخصص ادبي ولا علمي، بتنظر لك انت كمشاريع ايش مشتغل، شو عندك سجل اعمال معمول عندك، هل عندك مشاريع عمليه انت مشتغلها؟ انت مثلا بتحكي اني بعرف ويب، يعني هل بتفكروا كل اللي بتخرج الكمبيوتر هم اشخاص مؤهلين للعمل في الكمبيوتر؟ لا، ممكن الشخص مش دارس كمبيوتر يكون عنده مشاريع اكثر من شخص دارس كمبيوتر، وينتج ويكون عنده يعني فرصة اكبر من شخص دارس كمبيوتر، انه شغفه تبع شغفه وعمل الاشي اللي بده اياه. ف يعني زي ما حكيت التخصص الجامعي مش هو التخصص خاص في المجال التقني، انا بحكي مش هو التخصص اللي بضبطك. يعني انت ممكن تكون اخذ دورات وكذا تكون عندك معرفة وطبقت اكثر وساعات اطول، ممكن تكون عندك خبرة احسن من الدارسين في الجامعات. يعني مش الجامعات هي راح تحدد كل نجاحك، هي عامل من عوامل النجاح، ولكن العامل الرئيسي هو انت، وليس يعني بدك تحطها قاعده في حياتك. دراسه جامعيه هي عامل من عوامل النجاح وليست العامل الوحيد. اهلا يا باسل، بدي اسالك حسب خبرتك واطلاعك في سوق البرمجه، برايك شو نوع البرمجه المطلوبه بالسوق اكثر، برمجه ويب ولا اندرويد ولا ديسكتوب ابلكيشن، وشو رايك بمسابقه الاي سي ام للبرمجه والمشاركه فيها؟ شوف، اي مسابقه، خلينا نجي بالعكس، اي مسابقة انت بتشارك فيها هي شيء جيد وايجابي، لانه يسهم في زيادة مهاراتك واحتكاكك، و يعني بالعربي بفتح مخك المسابقات هاي. فبالعكس انا دائما بدعو الطلاب المشاركة في البوت كامبس، في النشاطات العملية المختلفة، المسابقات، لانها بتحطك في جو جديد عليك، والجو الجديد عليك بضغطك، لما انت تنضغط بتخلي خلايا في مخك تشتغل، بتكونش تشتغل في الوضع التقليدي، فانت بتفتح مخك عن جد يعني. تمام. بينفع نسجل دبلوم في منحة ريتش اديوكيشن
اعتقد المنح محصوره في البكالوريوس، بس تقدر تراسله الصفحه حول الدبلوم. ما بعرف، اعتقد كل المنح للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه اعتقد اخيرا تم اضافتها. اسراء بتسال، يعطيك العافيه استاذ احمد، تنصح باخذ دورات اعداد مبرمج لغير متخصصين في هذا المجال، اقصد المدرسين؟ نعم انصح، يعني اذا انت فاقد الشيء لا يعطي. يعني انا شغله كثير بتستفزني في 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 الجامعات او في المدارس، انه شخص ما عنده خبره في البرمجه بيجي بيدرس مجال برمجه، طب ما اصلا فاقد الشيء لا يعطيه. انت فاقد للبرمجه، ما عمرك اشتغلت تطبيق ولا موقع ولا تطبيق ولا برنامج ولا لعبه، كيف تجي بتدرس برمجه؟ فانا بفضل انه الاستاذ او الشخص اللي بده يدرس المواد التقنيه هاي يكون عنده خبره عمليه، خبره عمليه بحيث انه يشاركها مع الطلاب، لانه انا ما بدي فقط معلومات، انا بقدر اروح افتح كتاب واقراه، انا بدي الكتاب اللي بقراه هاي استفيد مهارات. المهارات فاقدها لا يعطيها. يعني انا عندي دكتوره واستاذ جامعه وكذا ما عنده مهاره، مش مكتسب المهاره، مش راح يقدر يعني يعمل نولج ترانسفير لهي المهاره لطلابه. فانا مع انه الاساتذه ياخذ دورات في البرمجه عشان يعرفوا كيف الطريقه المثلى لتدريسها لطلابهم، عشان ننتج جيل من المبرمجين القادرين انهم يحيوا مجتمعهم في البرمجه ويقدروا عندهم اكتفاء ذاتي. يعني احنا كفلسطين دوله لا في عندنا بترول ولا عندنا نفط ولا عندنا شو، عندنا عقول. طب دولة زي الهند اقتصادها قائم على السوفت وير، فليش ما نكون احنا زي الهند مثلا؟ فيش عندنا بترول، فيش عندنا موارد، في عندنا عقول ممكن نستغلها في البرمجة ونعمل نشاط اقتصادي قوي. تمام. ام العلاء تسأل، لو سمحت استاذ احمد، هل وسائط متعددة بكالوريوس ضرورة جودة اللغة الانجليزية ولا كيف؟ لانه في ضعف في اللغة. نعم في ضعف في اللغة، وللأسف انا بشوف خريجين متخرجين بكالوريوس ما بيعرف يصيغ فقرة، فهي في عنا ضعف في الإنجليزي. فهون بتيجي أهمية كل طالب يهتم باللغة الإنجليزية. وممكن أنا بشوف لك الفرق يعني ما بين الجامعات، بكون نفس الطلاب، بس شو الفرق؟ إنه هذا الطالب في هاي الجامعة أقوى من الجامعة الثانية في الإنجليزي، فاللغة الإنجليزية مهمة جدا، والتخصصات التقنية مطلوب فيها لغة إنجليزية، لأن التخصصات تعتمد على اللغة الإنجليزية. لغة العلم الآن هي اللغة الإنجليزية، فما بنفع انا اشتغل في البرمجه واكون ضعيف في الانجليزيه. خذ دورات في الانجليزي، خذ ايلتس، خذ توفل، خذ ليفلز في الانجليزي، شوف مراكز الاميديست، تطور نفسك ذاتيا. اللغه الانجليزيه لغه مهمه جدا، ستفيدك بكل تخصصاتك، سواء كانت بزنس، سواء كانت تجاره، سواء كانت طب، سواء اي تخصص كمبيوتر. فمهاره البرمجه مهاره مهمه جدا، واللغه الانجليزيه مهاره يعني متطلب للبرمجة. يعني بدك تشتغل تعلم برمجة انت ما بتعرف انجليزي، يعني متطلب في البرمجة. اهلا اخي عبدو، شكرا للمشاركة. كيف تخصص تجارة انجليزي، وشو افضل تخصص في كلية الاقتصاد وعلوم الادارة، وشو تخصص مطلوب بسوق العمل؟ شو انا مش دارس علوم ادارية ولا كلية الاقتصاد، فما بقدر اجابك على هذا السؤال شو افضل تخصص. بس من ناحية شغلك في مجال التسويق والبرمجة الالكترونية، بقدر احكيك انه بشكل اساسي احنا بدنا في سوق العمل بدنا اشخاص يعرفوا في التسويق الرقمي ديجيتال ماركتينج، ويعرفوا في البيع سيل يعني المبيعات. فبعرف شيء التخصصات المكافئة لهاي في الجامعات يعني، بس هاي تخصصات مطلوبة، انه مبيعات وتسويق. بدناش التسويق قديما بالبورز وكذا، احنا بدنا اليوم ديجيتال ماركتينج، يعني بدنا اشخاص مختصين في السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج والتارجتينج والريتارجتينج، ويفهموا في التكنيك تبع الديجيتال ماركتينج، كيف الماركتينج فانل، امور زي هيك. هاي امور بدنا اياها في التسويق الرقمي، مش فقط بدنا تسويق اروح ادرس تسويق وانا بعرفش اشتغل اشي في التسويق الرقمي. على الفاضي دراستك ما تدرس، اذا تخصصك الجامعي ما باهلك تقنيا للتسويق الرقمي ما تدرسه. يعني اليوم لازم نربط كل التخصصات في الجوانب التكنولوجية، وهي مسؤولية الجامعات والأشخاص اللي بحطوا المناهج الأكاديمية في الجامعات. هل تخصص الوسائط المتعددة المتعددة بكالوريوس ضروري جودة؟ نعم، حكينا أنه ضروري ومهم جدا. عبده بيحكي، أي إنسان يريد أن يحترف البرمجة يشترك في الخطة الشاملة تبع البرمجة. طب الخطة الشاملة تبع البرمجة الإخوة اللي بيسألوا هي عبارة عن دورة
موجودة على الانترنت ممكن تبحث عنها، الخطة الشاملة لتعليم برمجة تقرأ التفاصيل عنها. طبعا هذه دورة أنا عاملها مدتها 200 ساعة، فتخصص الهندسة في الجامعات مدته 160، هذه دورة مدتها 200 ساعة، فأكثر من تخصص الهندسة في الجامعات. هدفنا من هذه الدورة أنه نشجع الطالب أنه يقدر يشتغل تطبيقات ومواقع وألعاب ويشتغل من خلال الانترنت. ف يعني بشكل عام احنا حاولنا نغطي مختلف الأسئلة الموجودة معنا على الصفحة. بتمنى يعني أكون قدرت أغطي يعني مختلف الأمور اللي بدي أحكي فيها. فيك تحكي لي شوي عن تخصصك لجنة معلومات تطبيقية الأدبي؟ أنا خلصت توجيهي بمعدل 97 ودخلت. ممتاز ممتاز، بس بدك تخصصات تكنولوجية مرة ثانية بحكيها، لا تكفي دراستك الجامعية، لازم تطور نفسك ذاتيا ومهاريا. بدنا شغلتين، نلم معلومات وأكاديميا تمام، وبنفس الوقت نلم مهارات وتطبيق عملي، ندمجهم مع بعض بيطلع لنا شخص منتج. بدنا أشخاص منتجين يقدروا يعمل تطبيقات، يقدروا يعمل مواقع، يقدروا يعمل برامج. بدناش فقط حملة شهادات، مليان حملة شهادات تمام. فإذا أنت عندك استعداد أنك تتعلم وتبدأ، روح تدرس تخصص تقني، لأنه بدك توائم ما بين الأكاديمية والمعلومات والمهارات. هاي النقطة الرئيسية بأكد عليها. مصطفى محمد بيسأل، بحكي طالب هندسة البرمجيات هل يحتاج إلى لابتوب عالي مواصفات أثناء فترة الدراسة ولا عادي؟ طبعا يحتاج، يعني بدك جهاز حاسوب لا يقل عن 8 جيجا، ويكون جهاز يعني i5، يعني مواصفات جيدة عشان تقدر تمشي في المتطلبات. يعني احنا مثلا نطلب 3 شغلات. إذا بدي الطالب يشتغل ويب ما بتطلب جهاز كبير كثير أو مواصفات عالية كثير، يعني ممكن جهاز 4 جيجا يكفيك. لكن إذا بدك تروح أندرويد بدك يكون الجهاز على الأقل 8 إلى 16 جيجا الذاكرة. إذا بدك تروح iOS، الiOS يعني مبرمج بس بدك يعني حاضنة، يعني بدك ماك سعره مش أقل من $1000، بدك جهاز زي آيباد، يكون عندك جهاز آيباد، يكون عندك حساب مطور، ففي تكلفة شوي. بس تخصص الويب ما بيحتاجش كثير، يعني ممكن أي شخص يتخصص في الويب. تخصص زي الملتيميديا بده جهاز قوي، تخصص زي برمجة الألعاب بده جهاز قوي، فعش جهاز ضعيف. تخصص زي تطبيقات الأندرويد والآي أو أس بده أجهزة قوية. فنعم محتاج جهاز عشان تقدر تشتغل فيه، يعني الجهاز هو رأس مالك أصلا، معكش الجهاز مش هتقدر تشتغل تمام. اوكي طب خليني احكي لكم عن التخصصات اللي موجوده حاليا في سوق العمل. طبعا في 3 تخصصات مطلوبه في سوق بشكل عام سوق العمل البرمجي: مطور ويب، مطور العاب، مطور تطبيقات. فمطور الويب في تقنيات معينة لازم تعلمها، مطور الألعاب في تقنيات معينة أيضا لازم تعلمها، وأيضا مطور التطبيقات في تقنيات مختلفة لازم تعلمها. فهاي صورة بتوضح جميع التقنيات اللي كل مستوى من هاي المستويات لازم يحتوي الشخص اللي بده يشتغل في هاي التقنيات. طيب الأشخاص اللي بيتابعوا معنا الآن، في مفاجأة صراحة، في مفاجأة نحن راح نشارك معكم، راح نشارك معكم رابط، لو هذا الرابط www.tgb.link.com2020 راح يحتوي على 3 كتب. هاي 3 كتب مهمة جدا في انها تساعدك انك تفهم المجال التقني بشكل اكبر وتشوف المتطلبات اللي احنا بنحتاجها في السوق. فبس عارف تدخل على الرابط وتنزل هاي 3 كتيبات الموجودة عندكم مجانا. طبعا راح نحفظ البث، الاخوة بيسألوا عن حفظ البث، ان شاء الله راح نحفظ البث عشان الجميع يستفيد من المعلومات والمهارات اللي ذكرناها في هذا البث تمام. تمام. فالإخوة اللي بيسألوا كيف ممكن
تواصلوا معنا. خلينا نشارككم معكم الشاشة. طبعا هاي التفاصيل التواصل معي، اي شخص عنده سؤال استفسار ممكن يتواصل معي شخصيا. سناب شات في عنا على الواتساب wtwhatsapp.me، موقع حط whatsapp.me مباشرة بفتح لك الواتساب تبعي، تقدر تواصل معي تسألنا اي سؤال بدك اياه. هاي روابط السوشيال ميديا كلها، اي شخص بحب يتواصل معي يعني انا برحب في الجميع، وما وعندي استعداد اجاوب على جميع اسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله. ففالبث احنا حاولنا يعني نحكي شوي، ندردش عن مختلف التخصصات التقنية الموجودة حاليا والتكنولوجية، نعطيكم نبذة. الموضوع اكبر من هيك بكثير، ولكن يعني خلال يعني اوقات وقت محدود تقدرش تغطي كل شيء، ولكن بتمنى يعني اللي حضر معنا يستفاد ولو شيء قليل. وتعرفنا عليكم، شفناكم يعني في البث. ان شاء الله يعني نكون يعني من الاشخاص اللي بأثروا عليكم في حياتكم، لانه ممكن كلمه احيانا تحكيها نصيحه لانسان ممكن تغير فيها حياته. فان شاء الله يكون فدناكم ولو بشيء قليل يعني. واخيرا وليس اخرا يعني بدعو الجميع انه يوائم ما بين قدرات، يشوفوا ايش قدراته عشان تعرف شو قدراتك. بدك تجرب، بدك تجرب تشوف انت بينفع معك ولا بينفعش معك. فللأسف معظم الناس بيجربوا لما يوصل لمرحلة جامعية، يصير سنة ثانية أو سنة ثالثة، بعدين بخسر من عمره سنتين، بروح بحول من طب لتجارة، أو يعني ما بيكون بيعرف قدراته. فرقم واحد القاعدة الأولى، اعرف قدراتك إيش هي. كيف ممكن تعرف قدراتك؟ جرب، لأنه اخسر يوم من حياتك ولا تخسر سنتين من عمرك. كثير أشخاص دخلوا معنا مثلا، إحنا في تخصصنا دخلوا الكمبيوتر بعدين حولوا تخصصات أخرى، ما مشوف الكمبيوتر لانه ما يعني ما ضيع وقتك. جرب يعني اقعد اسبوع كامل جرب، هل بنفع انا في البرمجه؟ جرب اتعلم لغه برمجه مثلا، هل زبطت معك؟ ما زبطت انسى الموضوع. فهل عندك قدره؟ هل عندك قدره مثلا في الطب بدك تحفظ مصطلحات طبيه ضخمه؟ هل عندك قدره انك تحفظ وتطبق وتسهر ساعات طويله ولا انت انسان بتحب اشي على السريع تجارة وامشي؟ فبدك تشوف ايش انت قدراتك. اثنين، بدك تشوف انت الفرص الموجودة في السوق، تسأل اشخاص ذوي الخبرة، اشخاص الاكبر منك اللي عندهم تجربة. فبدك تشوف الاشخاص اللي عندهم خبرة عشان تعرف اذا في فرصة ولا لا. واثنين، بدك تشوف انت رغبتك وين، انت جواك الحدس اللي جواك وين بوجهك، شو بتحب، شو بتكره، ليش بتحب هاي الشغله ما بتحبش هاي التخصص بتحبها. بدك تشوف هاي الثلاث امور، ومنها انا بعدك انك راح تنجح في كل قراراتك اللي يعني بتتخذها في حياتك. واخيرا يعني روابط السوشيال ميديا كلها موجوده عندكم، اي حدا بحب يسالني يستفسر ان شاء الله بعد البث بنجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم. بالنسبه للموقع ريتش ادوكيشن فاند، الاشخاص اللي بيسالوا كيف ممكن ان احنا نقدم طلب، ببساطه جدا موقع reacheducationfund.com. اذا معدلك فوق 95% فما فوق، تقدر تروح على الابلاي، صفحه الابلاي، وتعبي الطلب الخاص بك على موقع مؤسسه ريتش ادوكيشن فند. هاي بشكل عام يعني ضايل 18 شهر سيتم اغلاق التسجيل، يعني في تقريبا عده ايام متاحه الأشخاص اللي بدهم يسجلوا في منح البكالوريوس ماجستير وأيضا الدكتوراه. فبتمنى التوفيق يعني لكم جميعا في حياتكم العملية والمهنية، سواء تم قبولك أم لم يتم قبولك. بدك تعرف أنه نجاحك في الحياة هو من يحدده هو أنت، وتوكلك طبعا على الله وأخذك بالأسباب. يعني هاي نصيحتي للجميع. فشكرا لجميع الأخوة اللي انضموا لنا في هذا البث المباشر. بدعوكم لزيارة موقعي ايام بالعربي، انستغرام، تابعونا، ان شاء الله تستفيدوا من كل الأشياء اللي نقدمها. ايضا لا تنسوا تعملوا مشاركة للفيديو حتى يستفيد الجميع من المحتوى الذي قدمناه لكم في هذا الفيديو. مرة اخرى بشكركم من اعماق قلبي للمتابعة، ونراكم ان شاء الله قريبا في فيديوهات اخرى قادمة. السلام عليكم.